تخيل لو جبنا كرة وعلقناها بحبل راح تنزل بالشكل هذا، لو جبنا كرة ثانية وكمان علقناها بحبل كمان راح تنزل تتعلق بالشكل هذا، كويس؟ بسبب الجاذبية راح الثنتين ينزلوا للأسفل. يعني إذا إجا واحد وشحن الكرتين هذولا بشحنات متشابهة، مثلا شحنت الثنتين موجب مع موجب، إيش بصير؟ راح تتولد قوة تنافر بيناتهم، هات يبلشوا يبعدوا عن بعض بالطريقة هاي، راح يبعدوا عن بعض، تمام؟ فكمان شوي بنلاقيهم صار بالوضعية هاي. هاي مثلا موجب عليها وهاي عليها موجب. واضح؟ شو اللي خلاهم يبعدوا عن بعض بالطريقة هاي مع إنه في جاذبية بشدهم للأسفل؟ إنه صار في عندنا إيش؟ قوة تنافر كهربائي، قوة تنافر كهربائي. فالسؤال هذا من أسئلة الكتاب، بقولكم إذا كان النظام هذا في حالة اتزان سكوني، في حالة اتزان، يعني هذا الجسم متزن، بعدوا عن بعض وخلص وقفوا وتجمدوا بطلوا يتحركوا، فالمطلوب نحسب الشحنة على كل كرة منهم. فنكتب لكم نص السؤال الآن وأعيد أرجع رسمه من جديد، أعيد لكم إياها من جديد. وبقول السؤال إف the is under إذا كان في حالة اتزان سكن under equilibrium okay find Q on each sphere. أحسب ال Q الشحنة على كل كرة، علما بأن المعلومات هاي معطية، قال طول الحبل معطي اللي هو 15% من المتر، ثيتا الزاوية اللي انفرجن فيها 5 درجات، وكمان الكتلة تاعت كل كرة 3×10^2 كيلوغرام. طبعا الكرة كان الكرتين عندنا ايدنتيكال، متطابقات، متشابهات، متماثلات. فارجع لسمة رسمة عشان تشوف المعطيات اللي اعطيتك اياها. هاي كتلة تام وهاي كتلة تام، هاي عليها شحن كيو وهاي عليها شحن كيو، هذا الحبل طوله ال، هذا الحبل طوله ال، هاي الزاوية ثيتا وكمان هاي الزاوية ثيتا. واضح السؤال؟ طلعوا عليه واضح؟ هاي الأرقام المعادلة المعطيات، طول الحبل والزاوية ثيتا والكتلة تاعت كل كرة، المطلوب نحسب الشحنة المجهولة، الشحنة على كل كرة، طبعا نفس الشحنة، هاي عليها موجب كيو مثلا وهاي عليها موجب كيو. واضح السؤال؟ واضح دكتور. طيب نحله الآن، صح؟ أنا أفتح صفحة جديدة يا حمدوس. لما تشوفوا كلمة ثقب أسود، under equilibrium في حالة اتزان سكوني، عند الستاتيك إكوليبرم مثلا ما يقول لك، بكون مقصد فيها انه مجموع القوى بتساوي صفر. لما تشوف كلمة إكوليبرم شو معناها؟ مجموع القوى بتساوي صفر. ايش يعني مجموع القوى الصفر؟ مجموع القوى السينية بتساوي صفر ومجموع القوى الصادية بتساوي صفر. دائما لما تشوف الكلمة هاي تتضمن انه مجموع القوى صفر، السينات صفر، مجموع القوى الصادية صفر، واضح؟ هاي مهم دكتور. يعني دكتور يعني اف انها ثانية قوة صح؟ اف هي القوة فورس. ما اخذت واحد شكلك ايش؟ ما اخذني واحد؟ لا. طيب الان نرسم واحده من الكرات ونحسب القوه اللي عليها. هاي واحده من الكرات، ايش القوه اللي بتاثر على الطابه هاي؟ جاذبيه لاسفل، قوه الوزن او الجاذبيه الشد لاعلى والشد، وشو كمان؟ والتنافر، قوة التنافر للتنافر. هذول القوة اللي رسمتهم على الطابة شو لازم يكون مجموعهم؟ صفر. صفر وصفر. ممتازين. هاي الزاوية كانت ثيتا معطية، اللي هي نفس الثيتا هاي ايش؟ بالتبادل، هاي نفس الثيتا بالتبادل، واضح؟ فنبلش بأول معادلة، وقلنا مجموع القوى الصادية بتساوي صفر، شو معنى مجموع القوى الصادية صفر؟ معناها القوى اللي بالشد لفوق بتساوي القوى اللي بالشد لتحت، شو في عندنا قوى بالشد لفوق؟ تحليل التنشن، تحليل الشد، مركبة من الشد، هي قوة الشد، هاي مسقط الشد،
شايفين الشد له مسقط هون، هذا الشد له مسقط هون عمودي، هذا المسقط تاعه قديش بيساوي كوساين ولا ساين؟ ساين كوساين قريب ولا البعيد؟ كوساين قريب. لو سمحتوا شباب بنات ركزوا معي، ضلوا حل لكم المشكلة. تخيل في عندك متجه إيه، تمام؟ هاي الزاوية كانت 30، هاي الزاوية 60، تمام؟ إذا قلت لك احسب لي المركب الصادي AY، بتقول وأنت مغمض المركب الصادي هي A في الساين 30، حد عنده اعتراض؟ تمام؟ أو بتقول لي هنا في الس A في كوساين 60. ليش؟ لما تأخذ المركب الصادي، هاي المركب الصادي اللي هنا، هاي المركب اللي خربشت عليها بالأزرق بتجاور الزاوية ثيتا، مجاور إلى الثيتا اللي هي 60 درجة هاي، وحطيت كوساين. بينما هاي الأزرق هو نحتاجك بقابل الثلاثين، طلعوا بقابل الثلاثين وبجاور الستين. فإذا بدك تستخدم الثلاثين بتحط ساين، إذا بدك تستخدم الستين بتحط كوساين. أنا هون اللي بعطيكها مع الصادات، فهذا بتجاور، طلعوا كيف هذا المسقط الصادي بجاور للثيتا، فبدك تحط لي كوساين. اتفقنا؟ واضح للجميع؟ واضح. طيب فشو بدنا نقول؟ مركبات الصادية ولا شو صفر هاي، نكمل على هاي يعني. فبنقول هنا تي في كوساين ثيتا للأعلى بتساوي ام جي للأسفل، بس هاي هي المعادلة، واضح؟ للأعلى بيساوي الأسفل. خلصنا؟ نيجي طبعا هي ما فادتناش كثير، لأنه شو المطلوب أصلا؟ نحسب كيو، هي ما فيهاش كيو أصلا. نيجي للمركبات السيني، سيجما اف اكس كمان إيكوال زيرو. شوف عنا إشي باتجاه السينات، يلا مركبة الشد الأفقية. أيوة مركبة الشد، مركبة الشد الأفقية وين بتيجي؟ بتقابل ولا بتجاور الثيتا؟ لا ساين قابل، بتقابل شايفين هيها بتقابل الثيتا. وبتقول بالحالة هاي تي في الساين الثيتا بتساوي المركب القوة اللي على اليمين اللي هي قوة التنافر اللي هي إلكتريك فورس. قوة التنافر شو بتساوي؟ ك في الشحن الأولى في الشحن الثانية على المسافة الفاصلة بيناتهم تربيع، تمام؟ كيف نحسب المسافة الفاصلة بيناتهم؟ هاي عندنا طابتين، هاي الطابة وهاي الطابة الثانية. لو أخذت المسافة من هون لهون سميتها إيه، وهاي المسافة بدي أسميها إيه، شو بتطلع الآر؟ 4 A تربيع. أيوة ممتاز. فنعوض، فبنقول هون تي، نعمل بالأحمر خلي بالأحمر، تي في الصانة الثيتا بيساوي ك، وهاي كيو تربيع، وقلنا هاي 4 A تربيع. هذا عنده مشكلة حد الآن؟ طيب قلنا إيش المطلوب بالسؤال؟ تحسب الكيو، هاي المطلوب. نشوف إيش معطي. التي مش معانا، بس منين ممكن أجيبها؟ من هون، صح؟ فهاي المعادلة بعوضها هون عشان أطلع إيش التي، أخلص من التي، واضح؟ التي مجهول، وإيش عطاني؟ عطاني ثيتا والكتلة وال بس، تمام؟ ثيتا معانا، إيه مش معانا، كيف نخلص من الإيه؟ بتطلعوا على الرسمة الموجودة هون عندي، المثلث هذا، علم عليه بالأسود، هذا المثلث معي زاوية وضلع، هذا الوتر طوله أل، الوتر طوله إيش؟ أل، صح؟ هاي الزاوية مسحنا احنا هندول. هاي الزاوية ثيتا، قديش جاب الثيتا يا اخوان من المثلث اللي هون؟ شو جاب شو؟ إذن إيه شو بتساوي؟ ال في ساين الثيتا، ثيتا معطية وال معطية، هاي بتمكننا من حساب الإيه، صح؟ والتي منجيبها من وين؟ من المعادلة هاي. فمنعوض هون محل التي عشان نطلع الكيو، راح تطلع معكم المعادلة الآتي، كيو تحت الجذر ام سرعة الجاذبية تان الثيتا طلب 4 ايه كل تربيع تقسيم ك، والايه قلنا عبارة عن ال في صانة ثيتا، واضح؟ هاي الكيو المعادلة هاي جواتها ايه، بتطلع الايه من ال في صانة ثيتا، بتعوض بس بالارقام. اذا بتعوض بالارقام راح يطلع عندك الكيو بتساوي 4.4
في 10 قوة سالب 8 كولوم. هاي كمية الشحنة على كل كرة، كل كرة عليها 4.4. طبعا الشحنات تاعت الكرة ممكن يكونوا اثنتين موجبات بتنافر أو عادي اثنتين سالبات، أهم شيء يكونوا متشابهات عشان يولدوا قوات التنافر. واضح السؤال هذا؟ إن هذا كويس يبرمج لكم أفكار من 101 مع 102. حد عنده سؤال عليه؟ هذا السؤال في سؤال شبيه فيه بيجي من أسئلة السنوات، إنه لو واحد جاب كرة وعليها شحنة مثلا موجة وصل معلقة هاي الكرة وصلت عليها مثلا فضلة، قد طلع الجواب قبل شوي؟ 4.4 في 10 قوة سالب 8 كولوم. تمام شكرا. تمام، وصلتنا عليها مجال كهربائي، فايش راح يصير عندنا؟ راح هاي الكرة تتحرك بالشكل هذا بسبب تأثير المجال الكهربائي، راح تتحرك، راح تصير عندنا الزاوية ثيتا هون. هذا اي كمان شوي باجي، شو هذا اي معناه؟ مجال كهربائي، اذا بتأثر على الكرة هاي المعلقة المجال الكهربائي راح تتحرك بالزاوية مقدارها ثيتا. اذا قال لك النظام اللي هون على اليمين هذا under equilibrium، under ايش؟ equilibrium، كويس. فبالامتحان ممكن يعطيك اي وثيتا ويقول لك احسب الكيو، او العكس يعطيك الثيتا والكيو يقول لك احسب اي. وصلت الفكره؟ ان هذا السؤال مشهور من اسئله السنوات السابقه، سهل حل، واضح. نفس المبدا من حلك، تحلل الشد وتحلل القوى الموجوده عندنا هون. سؤال، هذا المثال تستخدم عليه نفس قانون كولوم لانه في الشحنتين؟ المجال سمعت اعطيتكم اشياء، سمعتكم اياه القانون تاع المجال، طول بالك ترى تتحله. يعني كملخص، متذكر بالمدارس لما كنت تقول القوة بتساوي الشحنة في المجال منه. طيب 13.4 V زي الكتريك فيلد، المجال الكهربائي، المجال الكهربائي. تخيلوا في عندي شحنة موجبة مثلا، كويس، هاي كيو، هاي الشحنة الموجبة إذا رحت حطيت بجنبها شحنة موجبة، إيش راح يصير للشحنة هاي بالأحمر؟ راح تتنافر، راح تمشي بالشكل هذا، صح؟ لو حطيت هنا شحنة سالبة راح تنجذب، راح تتحرك بالشكل هذا. لو حطيت شحنة موجبة هون راح تتنافر بالشكل هذا. منطق؟ منطق. تمام، فايش بنقول؟ القوة، اسف، بنقول الشحنة الكهربائية هاي بتأثر على الشحنات اللي حولها، الشحنة هاي الكيو بتأثر على الشحنات اللي حولها. السؤال تاعنا تفضل. ليش الشحنات ما تأثر على الشحنة هاي؟ بتأثر اكيد. ناخذ المحاضرة الماضية، لكل فعل رد فعل مساوي في المقدار ومعاكس بالاتجاه، اكيد. يعني هاي بتتنافر وهي راح تتنافر لهون، هاي راح تنجذب هاي راح تنجذب، هاي تنافر وهاي تنافر، موجود فعله قوة كثيرة. أنا مركز عيني هسا على شو بصير بهذولا، ولا في قوة متبادلة أكيد. أيوة. متساوي ومتعاكس أكيد 100%. تمام. طيب الآن هاي الشحنة قلنا بتأثر بقوة على الشحنات اللي حولها، تمام. السؤالي، شو هي الآلية اللي بتأثر فيها الشحنة هاي على الشحنات اللي حولها؟ كيف بتأثر؟ بتولد مجال كهربائي. ايوه، هسه هو فعليا هذا عباره عن تاثير عن بعد، يعني زي السحر، يعني ماجيك في عندنا هون، زي السحر. هاي الشحنه بدون ما تلمس الشحنه هاي بتجذبها، بدون ما تكون طلعوا هاي، بدون ما تكون مربوطه بخيط، هاي بتشدها نحوها، صح، تجذبها، مع انه ما فيش خيط مربوط بيناتهم، زي السحر. هذا بنسميه تاثير عن بعد، تاثير عن بعد. العلماء شو سموا هذا التأثير عن بعد؟ سموه مجال. اقترحوا انه هاي الشحنة بتولد حولها مجال كهربائي، بتولد حولها مجال كهربائي، وهذا المجال الكهربائي هو اللي بيأثر بقوة على الشحنات اللي حولها. وصلت؟ يعني اقترحوا العلماء انه هاي الشحنة بتولد مجال او هالي حولها، وهذا المجال بيأثر بقوة على الشحنات اللي حولها. يعني كيف بدنا نقيس المجال الكهربائي؟ كيف بدنا نقيس هذا المجال الكهربائي؟ سهل كثير، اطلعوا. اقترح العلماء نجيب شحنة اختبار، شحنة اختبار، تيست تشارج، تيست تشارج، سميها كيو زيرو. واقترحوا تكون دائما هاي شحنة اختبار موجبة، وتكون كمان ايش مالها، مقدارها يقول الى صفر، صغيرة جدا. هسه بقول لكم ليش صغيرة جدا.
بتحط شحنة الاختبار هنا عشان دكتور ما تأثر في المجال صح؟ سمني جهة بتحط شحنة الاختبار هنا كويس؟ أنا شو بدي أقيس؟ بدي أقيس المجال الكهربائي، بشوف قديش القوة الكهربائية عليها. هاي القوة من وين جاية؟ من الشحنة الأصلية. هاي شو بنسميها؟ السورس تشارج، شحنة المصدر. هاي الشحنة اللي بتولد لنا المجال. أنا بدي أقيس المجال الناشئ عن الشحنة هاي الأصلية، السورس تشارج، شحنة المصدر. كويس، مصدر المجال اللي عندنا. فبحط شحنة اختبار بالنقطة. إذا بدي أحسب المجال هون بروح بحط شحنة اختبار هون. كويس، وبشوف شو القوة اللي راح تأثر عليها اللي هي F. إذا هاي القوة كبيرة معناته المجال هون كبير، إذا هاي القوة صغيرة معناته المجال إيش؟ صغير. هاي نقطة. النقطة الثانية، كيف بحدد اتجاه المجال؟ من خلال اتجاه القوة، القوة على شحنة الاختبار الموجودة عنده هنا. هسا إذا واحد حط شحنة اختبار سالبة راح ينعكس اتجاه القوة صح؟ راح يصير خربطة، مرة يمين مرة شمال. فلذلك العلماء ثبتوها، قال شحنة الاختبار دائما وأبدا إيش بتكون؟ بوزيتيف. دائما شحنة الاختبار راح نختارها موجبة، على أساس مش كل واحد يطلع لي جواب شكل للمجال، مرة واحد يقول يمين ومرة شمال. خلص المجال اتجاهه ثابت، واتجاه القوة على شحنة اختبار موجب. كويس، هسه نيجي لمشكلة ثانية. احنا قلنا كيف بقيس المجال؟ من خلال القوة هاي صح، بس المشكلة القوة هاي بتعتمد على مقدار الشحنة تاعت الاختبار. فعشان اخلص من التأثير تاع شحنة الاختبار نرجع منقسم القوة هاي ايش على شحنة الاختبار، بحيث احصل على شدة المجال صافي بدون تأثير شحنة الاختبار. يعني كيف اقترحوا صيغة القانون؟ في عنده هون شحنة المصدر، وفي عندي هنا Q0 التسشارج. فعرفوا المجال الكهربائي على أساس أن القوة على Q0 تقسيم Q0 نفسه. هذا الديفينيشن تاع المجال الكهربائي، هو القوة على شحنة الاختبار تقسيم شحنة الاختبار نفسه، عشان نلغي التأثير تاعها كليا. واضح تعريف المجال؟ اتجاهه وباتجاه القوة اللي بتأثر فيها على شحنة الاختبار. طيب الآن السؤال سألتك يا قبل شوية، ليش بنفترض دائما أن Q0 تؤول إلى الصفر؟ ليش بنختبرها شحنة الاختبار نختارها صغيرة دائما؟ ما يكونش أثر، عشان ما تولدش مجال يأثر على المجال، ما يكونش المجال تبعها قوي يأثرش على المجال. ليش بناش المجال تبعها قوي؟ عشان ما يأثرش على حساب المجال، يكون حسابته أدق. أيوة طلع. وكيف بالمستقبل راح ناخذ شيء بنسميه موصلات، كوندكتر يعني موصل. كويس، بالموصلات الشحنات وين بتتجمع؟ على السطح. وين بتتجمع الشحنات؟ على السطح. اذا انا بدي اقيس المجال البنشا عن الموصل هذا بروح بحط شحنة اختبار موجبه هون صح، فشحنة الاختبار نفسها هي بتولد مجال، فهذا المجال بروح بخربط توزيع الشحنات الاصليه. فبدل ما يقيس لي مجالها بخربطها بعدين بقيس لي مجالها، يعني خربط النظام اللي انا بدي اقيس المجال تاعه، ما استفدناش شيء فعليا. وصلت؟ يعني هذا شحنة الاختبار اذا كانت كبيره ما بتقولش للصفر، راح تولد مجال قوي بما فيه الكفايه ويرجع ويخربط الشحنات الموجوده على الكوندكتر هنا، مو على الكوندكتر شحنات حره الحركه بتتحرك زي ما بدها، فبعيد ترتيبها فخرب النظام اللي اصلا اللي حاب اقيس المجال بالنسبه له. فذاك دائما وابدا بنقول شحنة الاختبار نظريا ناخذها ايش مالها؟ تقول إلى الصفر، تقول إلى الصفر. أعطيكم مثال عملي. أتفضل. ممكن بس ترجع صفحة اللي قبل هاي؟ بكتب فيها شغلة من حكتش. أسبرجع لك. بس أكمل المثال هذا. كويس. بس في مثال عملي لعقولكم أقرب بجوز، إنه تخيل في عندك كاسة شاي. كويس. هاي كاسة الشاي بدي أقيس درجة الحرارة تاعتها. كيف بقيسها؟ شو بستخدم؟ ميزان حرارة. ميزان حرارة. كويس. إذا واحد جاب الميزان الحرارة راح اشتراه من الدكان وكانت الدنيا شتوية، كانت الدنيا برد، فالميزان شو بكون؟ مثلج. شو مال الميزان بكون؟ مثلج. لما تمسك الميزان وتحطه جوا كاسة الشاي شو بصير بكاسة الشاي؟ بدها تبرد. بدها تبرد. فهذا بدل ما يقيس لك الحرارة بتاعتها راح برد لك إياها، يعني ما أعطاك حرارة صح. أنا بدي أقيسها وهي ساخنة، هذا خرب النظام تاعي صح؟ برد لك إياها. فدائما من شرط إحنا لما بدك تقيس إشي لازم يكون الأداة القياس ما تأثر على الإشي اللي بدك تقيسه، لازم ما تأثر على الإشي اللي بدك تقيسه. واضح؟
طيب الصفحة اللي قبليها هذا اللي بدك إياه؟ شاب السألني هاي الصفحة؟ طيب الآن نمسح هاي هنا. بناء على التعريف تاع المجال الكهربائي شو بتستنتجوا الوحدة تاعت المجال تكون اليونت؟ نيوتن لكل كولوم. أيوة نيوتن بير كولوم، هاي الوحدة تاعت المجال الكهربائي نيوتن بير كولوم. لأن اتجاه المجال إيش بكون اتجاه المجال الكهربائي؟ حسب شحنة الاختبار. اتجاه القوة. اتجاه القوة على الشحنة الموجودة. حسب الشحنة الموجودة. is in the of the was on الخط مش واضح حسب بقرأ لكم إياه. The direction of E اتجاه المجال is in the direction of the force on a positive discharge هو باتجاه القوة على شحنة اختبار موجبة. ايش اتجاه المجال؟ هو نفسه اتجاه القوة على شحنة اختبار موجبة. دائما شحنة الاختبار بتكون ايش؟ موجبة. تمام؟ طلعوا كيف. تخيلوا في عندي هاي الشحنة، اذا قلت لك حدد لي اتجاه المجال الكهربائي عند النقطة هاي، شايفينها بالأصفر؟ كيف بتحدد اتجاهها؟ كيف بتحدد؟ لا بتخيل في عندي شحنة اختبار موجب. شو بتخيل؟ شحنة اختبار موجب. هاي ايش بصير لها شحنة الاختبار؟ رح تتنافر بالاتجاه هذا. فهذا اتجاه الاف معناته هذا هو نفسه ايش؟ اتجاه الاي. إذا سألتك احسب لي اتجاه المجال هون، بتحط لي شحنة اختبار موجبة هون، فكمان رح تتنافر لهون، معناته هذا اتجاه الاي. حط شحنة الاختبار هون راح تتنافر للأسفل، معناته هذا اتجاه الإيه. فمنه بستنتج إنه خطوط المجال أو بتكون إيش؟ خارجة من الشحنة الموجبة. وعرفني إنها خارجة باستخدام شحنة الاختبار الموجبة. لو كانت عندك شحنة سالبة، تمام؟ كيف بدي أقيس المجال هون؟ تجذب إلها راح تجذب. تخيل في عندي شحنة اختبار راح تنجذب هون، فهذا اتجاه المجال. بحط شحنة اختبار موجبة هون راح تنجذب. شحنة اختبار موجب وهنا راح تنجذب، فخطوط المجال بتكون داخلة بالشحنة السالبة. شو اللي عرفني داخلة؟ إنه من خلال تيست شارج. تمام؟ طيب الآن نجي للمجال اللي بنشأ عن شحنات نقاطية. قلنا هذا التعريف بزبط لأي، هو تعريف الأصل للمجال لأي نظام عندنا. هذا حالي خاص الآن نأخذ E due to المجال اللي بنشأ عن شحنة نقطية. كيف نحسب المجال اللي بنشأ عن شحنة نقطية؟ تخيلوا في عندي هنا شحنة نقطية Q، بدي أحسب المجال عند النقطة هاي مثلا P أسميها. هاي النقطة على بعد R. إيش R؟ هي المسافة ما بين الشحنة النقطية والنقطة اللي حاب أحسب عندها المجال. واضح؟ كيف تعلمنا نحسب المجال بالحالة هاي؟ K شين سكوير على R تربيع. لا 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 لسه ما وصلناش للمرحلة هاي. كيف نحسب المجال؟ بلون نحسب قول مؤثرة شحنة اختبار موجب. بحط شحنة اختبار موجب هون. كويس؟ فرح تتأثر بقوة لوين؟ لليمين. أما لو كانت هي مثلا موجب رح تتأثر هاي لليمين. كويس؟ فكيف بقول المجال بالحالة هاي؟ بقول إيه كم مقدار؟ خلي لي كم مقدار هسا؟ عبارة عن F على Q0 تقسيم Q0. هاي هون خلينا ال Q0. واضح؟ القوة هاي كمقدار بدون اتجاه F on Q0 تقسيم ل Q0. ويساوي كيف بدي أحسب الآن القوة على شحنة الاختبار؟ من قانون كولوم. أيوة نستخدم قانون كولوم. ممتازين. بقول K في Q في Q0 تقسيم R تربيع. هذا هو قانون كولوم. هذا كله بقسمه على شو؟ على الـ Q0. هاي بتروح مع هاي. هذا الـ KQ على R تربيع. الصف في K في Q0. آسف على Q مش T0. الصف في K في Q على R تربيع. هذا هو شدة المجال بنشأ عن شحنة نقطية. بس عشان تكون دقيق أكثر بتقول الـ E كمقدار بتساوي K في Q على R تربيع.
ليش حطت ابسولوت فاليو؟ لانه هذا مقدار ماجنيتيود كويس. اذا بدك اياها از فيكتور كوانتيتي بتقول اي بتساوي ك وهي الكيو ار تربيع، بتحط هون ايش ار هات. الار هات عباره عن ايش؟ يونت فيكتور. هذا متجه وحده بحدد لك اتجاه المجال. كيف بحدد اتجاه المجال؟ سهله. تخيل في عندك هاي الشحن الموجبه، لو سالتك بالامتحان احسب لي المجال هون عند الاكس هذا، تتخيل في عندك شحنة اختبار موجبة هون راح تتنافر لليمين، فبتقول للآر هات هي نفسها موجب آي هات. لو قلت لك احسب لي المجال هون تحت بتحط شحنة اختبار هون فراح تتنافر للأسفل سالب جي هات. الآر هات شو بتساوي؟ سالب جي هات. واضح كيف بنحدد الآر هات؟ عبارة عن يونت فيكتور بنحدده بناء على التجاذب والتنافر على شحنة الاختبار. تمام. لو نفترض أن نحط شحنة سالبة مثلا كمان نقدر نحسب اتجاهها صح؟ شو شحنة سالبة قصدك؟ مثلا افترض اني مثلا بالنقطة هاي حطيت شحنة سالبة بنجذب. عندي بالعكس احنا قلنا التستشارج بس موجب. لا لا ركز معي، بالتستشارج بس شحنات موجب تستخدم. يعني بالتستشارج قصدي يعني بشكل عام تقدر يعني اذا حطيت شحنة سالبة بتنجذب تكون عكس اتجاه هاي بتنجذب اكيد بس اشي ثاني. بس ما بقدر تحدد اتجاه المجال. عشان تحدد اتجاه المجال صح لازم تستخدم تستشارج موجبة. تمام؟ هاي خلصنا من الار هات. طيب الان ايش معنى الار تربيع؟ هاي معناها المسافه بين الشحن الاصليه والنقطه اللي حاب احسب عندها المجال. مثلا هاي هي النقطه اللي حاب احسب عندها المجال، واضح؟ هي المسافه بين الشحن الاصليه والنقطه اللي حاب احسب عندها المجال الكهربائي. تمام. اذا كان عندي اكثر من شحنه، تخيل في عندي هون كيو 1 موجب، كيو 2 سالب، كيو 3 موجب، والسؤال قال لك احسب لي المجال الكهربائي عند الاكس هذا اللي فوق عند النقطه هاي. نحسب المجال عند النقطه هاي. ايش بتعمل؟ ايوه بنختار شحنه اختبار موجبه هون، وبعدين مجال كل واحد لحاله وبعدين بنجمع. ايوه فايش بقول هون؟ تفضل دكتور. بس لو سمحت انا بدي اطلب منك طلب. المشاركة دكتور يعني لو بصير تكون على رفع الإيد أحسن، لأنه ألف واحد بشارك مع بعض ما بنفهمش ولا بنسمع إشي. طيب إخوان رجاء لما أي واحد يبلش يجاوبني رجاء الثانيين يهدوا على أساس إنه يكون الصوت واضح للجميع كويس. عشان في رايز هاند هون دكتور. هي اللي شالت رفع الإيد هاي بجزء تاني أنتبه تاني أقول له جاوب، هاي بتأخرنا شوية يعني مش عملية بحسها. على كل حال لما واحد يجاوب يعني الثانيين يحترموه قبل ما يخلص الجواب تاعه، بس بهمني الشارك وبهمني تكونوا متابعين معايا عساس أعرف فاهمين ولا مش فاهمين، ماشي سريع ولا لا، بديش أنا أكون بوادي وانتو بوادي، يعني بدي تستفيدوا من المحاضرات بحيث ما تضطرش تعيدها مرة ثانية. خلص سمعتها وبتبلش تحل أسئلة سنوات. طيب فكيف نحدد المجال الكهربائي؟ بتقول في عندنا الشحنة هنا الموجب شايفينها، وهاي شحنة اختبار موجب راح يتنافر، وأنا بركز شو بصير لشحنة الاختبار راح تتنافر بالاتجاهات، فهذا بسميه اي واحد. هاي شحنة سالبة فراح شحنة الاختبار تنجذب للأسفل، فهذا بسميه اي تو. ليش اي تو؟ لأنه ناشئ عن الكيو تو، الواحد ناشئ عن اي وان. آخر واحد الكيو ثلاثة هاي راح تتنافر مع هاي فراح تطلع على الأعلى صح، فهذا بسميه اي ثلاثة. اذا المجال الكلي كله على بعضه شو بصير؟ اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة. كيف بدك تجمع المجالات هذولا؟ جمع متجهات، نجمعهم جمع متجهات، واضح؟ زي ما تعلمنا بدك تحللهم ركيبات سينية وصادية وتجمعهم. حد عنده سؤال لحد الان؟